لتسليط الضوء أكثر على نفوذ الميليشيات في العراق وانتهاكاتها وتحديدا في البصرة. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بك معنا سيد مصطفى. حياك الله، أهلا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. يعني إذا أردنا بداية الحديث عن الميليشيات، بحسب معهد كارنيجي فقد ظهر في العراق 26 ميليشيا مسلحة خلال العام الماضي. السؤال هنا، يعني إذا كانت العمليات العسكرية قد انتهت والحرب على ما يسمى بالإرهاب قد وضعت أوزارها، فما هي الغاية من تشكيل كل هذه الميليشيات؟ الغاية هو استمرار تدمير العراق في كل النواحي، وهذا يؤكد على أن هذه الميليشيات في الحقيقة هي عصابات تتصارع على النفوذ وعلى السلطة وعلى المال، وخصوصا بعد أن انتهت مرحلة قتال تنظيم داعش، علما أن هذه الميليشيات بعضها تأسس قبل عقود من تنظيم داعش، وبعضها قبل أكثر من عقد منذ يعني بداية الاحتلال يعني تأسست هذه الميليشيات الإرهابية، وبالتالي فهي عندما تمارس هذا الإجرام ضد أهالي هذه المنطقة وضد غيرها بدعاوى مختلفة، قسم من هذه يعني الدوافع أسباب طائفية، قسم أسباب مصالح ونفوذ لهذه الميليشيات، الجوانب المالية، هناك أسباب عديدة حقيقة لتغول هذه الميليشيات على حساب العراقيين، وهذا كما قلت يؤكد على أنها مجرد عصابات تتصارع على النفوذ وعلى السلطة وعلى المال، ولا يهمها الدفاع عن العراق ولا عن العراقيين، وكل ما يدعوه من يعني ضمان أمن العراقيين والمحافظة على أموالهم وأعراضهم وأراضيهم، كل هذه ادعاءات فارغة لا معنى لها، وإلا لماذا تتناسل هذه الميليشيات وتتكاثر بطريقة الانشطار الأميبي كما يقال؟ يعني ما سبب وجود هذه الميليشيات؟ هذه الميليشيات توجد عندما لا توجد دولة، وفي الحقيقة العراق يعني لا توجد فيه دولة منذ نعم. هنا السؤال سيد مصطفى، يعني أين تقف الحكومة التي من المفترض بها أن تراعي مصالح المواطنين وأمنهم، المواطنين العراقيين، أين تقف هذه الحكومة من ظهور كل هذه الميليشيات التي تنضم إلى كما ذكرت إلى عشرات سبقتها في التشكيل والتكوين؟ يعني أولا أنا أرفض إطلاق وصف الحكومة على هذه السلطة الغاشمة. الحكومة تعني كونها شرعية، سلطة شرعية، وهذه السلطة التي تتسيد على العراق وتتحكم به وبشؤونه ليست سلطة شرعية، هي تفتقد إلى كل معاني الشرعية، وبالتالي هي ليست حكومة، هي عمليا هي عبارة عن ميليشيات إرهابية، وهذا يعرفه الجميع. هذه الميليشيات موجودة في مؤسسة الرئاسة، في مؤسسة رئاسة الوزراء، في البرلمان، في السلطات الأمنية العسكرية الإدارية الخدمية، كل ما هو في العراق خاضع لسلطة هذه الميليشيات، إما أن يكون هو ميليشياوي فعلا، وإما أن يكون هو خاضع لسلطة الميليشيات وغير قادر على التحرك خارج إطار قراراتها ونفوذها وسلطتها وسيطرتها وتحكمها، وبالتالي فهذه يعني الجميع يعرف أن الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التي تتبع نظام المنطقة الخضراء ليس إلا ميليشيات، يعني الشرطة الاتحادية هي عبارة عن ميليشيا بدر، السلطات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى هي حاصل لدمج الميليشيات أساساً، وبالتالي وإذا لم يكن أفرادها كما قلت من عناصر الميليشيات، فالميليشيات هي من تقودها وهي من تتحكم بها وهي من يعني تأمرها وتطيع، وما على الأجهزة الأمنية والعسكرية والقوات العسكرية إلا الطاعة والاستجابة. بحسب مراقبين حقوقيين هذه الميليشيات كما يعلم الجميع أيضا ترتكب جرائم وانتهاكات يجب أن تعاقب عليها. سيد مصطفى، يعني بحسب رؤيتك ما هو السبيل لمحاسبة هذه الميليشيات؟ يعني أولا أن هذه الميليشيات هي تتبع كما تدعي
أو وفق التسلسلات والهياكل الإدارية هي تتبع سلطة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء في العراق، وبالتالي هو أيا كان اسمه هو من يتحمل وزر هذه الجرائم التي ترتكب، وبالتالي يعني الجهاز التنفيذي الذي يقود هذه الميليشيات أو يشرف على عمل هذه الميليشيات ظاهريا طبعا هو من يتحمل وزر هذه الجرائم المرتكبة، وهي جرائم متنوعة ومتعددة وبشعة ولا تسقط بالتقادم مهما حصل. عندما جوابا على سؤالك الكريم أخي، عندما تكون في العراق حكومة وطنية شرعية حريصة على مصالح شعبها ووطنها، عندها ستجري محاسبة هؤلاء الذين أسرفوا في سفك الدم العراقي وأسرفوا في نهب المال العراقي وأسرفوا في الاعتداء على كل ممتلكات العراقيين، يعني وطبعا بالذات في المدن ذات الغالبية السنية لأغراض طائفية، وبعضها طبعا أيضا من الجرائم، بعض هذه الجرائم لأغراض سياسية ولأغراض كلها تخضع للمشروع الفارسي الذي يطالبها بتنفيذ هذه الجرائم، سواء جرائم القتل أو جرائم التغيير الديمغرافي أو غير ذلك. نعم سيد مصطفى، يعني لو سمحت لي ولكن سريعا، بماذا تفسر استهداف الميليشيات لكل مكونات العراق؟ يعني هناك يعني هذه الميليشيات طالت انتهاكاتها الموصل وحزام بغداد وأيضا سكة عون في قضاء أبي الخصيب. إنها تنطلق من منطلقات طائفية في كثير من الأحيان، وتستهدف أبناء سنة العراق تحديدا في كثير من الأحيان، إلا أنها أيضا تستهدف كل من يرفض سلطتها وكل من يتقاطع مع نفوذها ومصالحها ومع التوجهات الإيرانية التي تأمرها وهي تطيع هذه الأوامر. وبالتالي هذا يؤكد على أن هذه الميليشيات تستهدف كل العراقيين، وإن اختلفت الدوافع وإن اختلفت المناطق وإن اختلفت المزاعم التي يجري الاستهداف في إطارها. نعم، إذن عبر الهاتف كنت ضيفنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.